وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. يا نعم، كيف يبرئ المسلم نفسه من فعل الخوارج في الغرب؟ المسلم إذا التزم بإسلامه وبطريقة أهل السنة والجماعة فإنه بإذن الله يبرأ من أهل البدع، سواء من الخوارج أو من غيرهم، لأن سلوك الخوارج سلوك شخصية تعرف في علم النفس بالشخصية السيكوباتية، وهي الشخصية العدائية الرافضة للمجتمع والرافضة لمن حوله. فالمسلم إذا تحلى بالإسلام وبآداب الإسلام وبرفق الإسلام وبحكمة الإسلام فإنه بإذن الله تعالى يبتعد عن أن يكون مشابها للخوارج ولغيرهم، وهو لا يحتاج لكي يبرئ نفسه إلى أكثر من ذلك، فإن خلق الإسلام وأدب الإسلام يبعده عن مشابهة أهل البدع وعن طريقة أهل الضلالات، خاصة الخوارج ومن نهى نحوهم ومن مشى على طريقهم. وليعلم المسلم المقيم في بلاد الكفار في بلاد الغرب أنه سفير للإسلام، أنه يمثل الإسلام في آدابه وفي أخلاقه وفي معاملاته، فإذا تحلى بالآداب الإسلامية وبالأخلاق الإسلامية فإنه بذلك يعطي صورة حسنة للإسلام، وفي نفس الوقت يعطي صورة عن نفسه تبعده عن مشابهة الخوارج ومشابهة أحوالهم. وإذا علم أن للخوارج مثلا مسجدا لا يأتيه، وإذا علم أن لهم اجتماعا لا يحضرهم، وإذا علم أن الخوارج يتحلون بحلية أو يلتزمون لباسا معينا لا يلبسه حتى لا يشابه أهل البدع وأهل الضلالة، وعلى المسلم أن لا يلقي بنفسه في الشبهات، وعلى المسلم أن لا يلقي بنفسه في مواضع التهلكة. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والسامعين من كل سوء. نعم، آمين، بارك الله فيكم.